مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى البترون لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير جبران باسيل، ويتطرق خلاله إلى ملف النازحين وتأثيره على لبنان. اختلالات معينة لطابع إنساني اجتماعي اقتصادي، هيدا قاعدة ما بتغلط، وهيدي حالة النزوح أكيد مش أول مرة بتصير لا على لبنان ولا بأي بلدان مجاورة بصير فيها حالات نزاع. للأسف أنه في حالة نزاع بسوريا، نحن أكيد مش مسؤولين عنها، ويا ريت بتوقف اليوم قبل بكرة، إنما هالحالة هيدي فرضت حالة نزوح جماعي كبير باتجاه البلدان المجاورة ومنها لبنان. هلأ بهيك حالات شو الاحتمالات يلي بتوقف فيها للبلدان؟ الاحتمال الأول إنها بتسكر حدودها، بتغلق على حالها مثل ما عملت سويسرا سنة 1939 بالحرب العالمية الثانية. لا الشعب السويسري منه صديق لألمانيا أو لفرنسا أو لإيطاليا، ولا بعتقد سويسرا شعبها ما بيتمتع بالإنسانية تجاه كل شعوب العالم وبالصداقة لها. الحالة الثانية هي حالة تركيا أو الأردن، أنها بتستقبل بشروط معينة، بحد معين، بأماكن معينة، بضوابط معينة، بسقف بشري وعددي معين. الحالة الثالثة يلي عم نشهدها هلأ بلبنان هي حالة من الفلتين وعدم وجود أي ضوابط. أكيد العوامل يلي بتحكم أي حالة من هالحالات هي خاصة بكل بلد، وبتتعلق بثلاث أمور أساسية. أول شيء إذا هالبلد عنده موجب أنه يستقبل أو لا، بمعنى تاني هل عنده واجب هو؟ إيه، أنا بقول الشعب اللبناني عنده واجب تجاه الشعب السوري، لبنان عنده واجب تجاه سوريا أنه يوقف حدا ويساعدها وقت اللي بيقدر. هيدا الشيء موجود قائم. الشغلة الثانية هي الإمكانيات، هل الإمكانيات متوفرة وقد ايه؟ والشغلة الثالثة إذا الواجب قائم الإمكانيات متوفرة وهالشي حصل، انعكاساته شو؟ ارتداداته إيجابية سلبية، وفيها تكون بالحالتين. وأكيد هيدا الشي بيتأثر بعامل الوقت. الوقت هو عنوان أساسي. في بلدين بتسعى أنها تستقبل، عندها بتشجع على الهجرة، بتشجع على الفيزا، مساحة كبيرة، عدد سكان قليل، يمكن بتستفيد أوقات من حالات نزاع تتزيد عدد سكانها، تتزيد قدرتها البشرية العاملة أو غيره. هيدا عامل الوقت بيحدد هيدا الشيء ببلد مثل لبنان. هلأ لبنان يقدر يختار أي خيار من هالخيارات هيدي، بده يكون في عنده سياسة واضحة. نحن كحكومة عنا عنوان النائب النفس، وكبلد ككل بطاولة الحوار بإعلان بعبدة قلنا نحن بدنا نحمي لبنان من الأزمة السورية. فإذا سياسة لبنان واضحة بهيدا الشأن وين لازم تكون ضوابطها. شو يعني؟ يعني أي خير من هالأزمة هيدي بيقدر يعطيه لبنان لسوريا أو لشعب سوريا هو شيء جيد، وأي شر بيقدر يبعده عن حاله أو يبعده عن السوريين هو شيء مطلوب. هيدا هي سياسة حماية لبنان. هلأ نحن كمان تنقدر نحدد كيف بدنا نعمل، نطلع بوضعية لبنان، مساحته، عدد سكانه، توازناته، جغرافيته، عوامله الاجتماعية الاقتصادية، شو وضعية هالبلد وشو السياسة يلي مثل ما قلنا هو معتمدها. وكمان تنحدد تعطينا مع هيدا الموضوع، ما فينا ننسلخ بفكرنا عن تجربنا الماضية. في عنا أول شيء تجربة الفلسطينيين، ولو كانت أسبابها مختلفة ولو كانت ظروفها مختلفة، إيه بس نحكي عن اللي حدث مع الفلسطينيين مش تنشبه التجارب ببعضها، بس النتائج هي اللي لازم نطلع عليها. لأنه سنة 49 لما اجوا الفلسطينيين على لبنان وكان في قرار بالدولة اللبنانية لاستقبالهم، ما حدا كان متخيل أو مفترض أنه رح يبقوا،
ولليوم نحن منقول نحن ما بدنا إلا أن الفلسطين ياخدوا حقهم بالعودة، ومجمعين بدستورنا على رفض التوطين، إنما التوطين حالة قائمة. بس تحكي مع حدا بيقول لك أمر واقع، شو فينا نعمل؟ وانعكاساتها وسلبياتها قائمة علينا وعلى الفلسطينيين. فإذا لما منحكي بهيدي التجربة ما فينا ما نطلع على النتائج، ولو شو ما اختلف بالمسار من الأول للآخر، وشو ما اختلف بالحالتين السورية والفلسطينية. والتجربة الثانية هن 22 شهر يلي عشناهن من أدار 2011 لليوم، وشفنا كيف عم تطور الأمور. هيدا الموقف ما اجا وليد ساعة، هيدا الموضوع انحكى بالحد الأدنى بمجلس الوزراء 10 مرات، بالهيئة العليا الإغاثة 2 أو 3، وأكيد موضوع مطروح وتطوره شفناه. فأذن يلي استدعى أنه يكون في موقف لقلنا بموضوع النازحين هو هالعوامل كلها سوا، وكيف الموضوع تطور. نحن ما جينا أول يوم صارت الأزمة بسوريا فات أول 100 صورة على لبنان قلنا لا ستوب. أول تقرير نعطانا بمجلس الوزراء كان العدد 3000، رينا كتير منيح هيدا التقرير وناقشنا وقلنا اف 3000 واحد في قصة كبيرة، 3000 نازح بحاجة لإيواء ولإغاثة ولا. وناقشنا بالتقرير وقلنا من أول مرة ناقشنا الموضوع أنه لا لا لازم ننتبه، لازم يصير فيه ضبط للموضوع. تاني مرة 6000، تالت مرة 17000، مرة 90000، جينا نطينا من 17. هلأ الرقم نحكي عنه 170000، ونحن وعم نناقش مبارحة كان العدد عم ينحكى انه هيدا هو 220-230، هيدا غير المش مسجلين ومش محصيين. اذا نحن قدام حالة عم تكبر بسرعة وعم تتطور بسرعة، مما استدعى انه يكون في موقف واضح قوامه فكرتين. واحد، وقف ووضع حد لاستقبال النازحين القادمين من سوريا، وما حدا ولا لحظة ولا لحظة حكينا عن تسكير حدود. والنقطة الثانية هو التخفيف من الأعداد الموجودة، يعني التخفيف من العبء اللي ملقى على لبنان بهيدا الشأن. ولا لحظة واحد حكي لا عن طرد ولا عن كب البحر ولا كل التعابير يلي استعملت، ولا ترحيل ولا شيء، ولا نوصل بال. فاذا هودا الموقف يلي انعطى يلي واضح شو اهدافه. اجى الرد علينا بالانسانيه، 2 بالعنصريه، 3 بالطائفيه والانتخابات. طيب هيدا الشيء الرد حقيقه انا عم بحكي اول مره، يعني من حوالي اسبوعين لما كان عندنا هيدا الموقف مجلس الوزراء، وكان في تجاوب بالحكومة من الكل ومن رئيس الحكومة انه لا موضوع خطر لازم نعمل له جلسة خاصة. ونحكى بوقتها بأفكار كيف نتعاطى مع الأعداد الموجودة بلبنان، حدا طرح انه بركي فينا نشوف بقبرص التركية، بركي شو فينا نعمل، وانه بنعمل له جلسة خاصة. هلأ العباءة الإنسانية اللي انحطت على الموضوع وانهجم من تحت علينا حقيقةً زادت لنا شكوكنا وخوفتنا أكتر أنه لا، العملية مش بس طبيعية عم بتصير بشكل عادي، إيه؟ لأنه بتبلش بشكل عادي، بس في حالة حدا فأزن عم بيستفيد منها، عم بيدبر من خلالها شيء، وعم بيجي بس حدا من اللبنانيين بشكل طبيعي وأخوي وإنساني وعفوي يقول يا عم ستوب لازم نحط حد لهذا الموضوع، ينهجم عليه بالإنسانية وبالعنصرية وبالطائفية. فإذا هيدا الرد يلي بخلينا نتوجس أكتر من الموضوع، لأنه الموضوع ما حدا عم بيحكي عنه إنسانيا، ما حدا يعني بيفكر يطرحه إنسانيا أو بيقول إنه السوريين ما ساعدونا مش لازم نساعدهم، ولو ما ساعدونا هني لازم نساعدهم. وأي إنسان بتشوفه قريب أو بعيد وبحاجة لمساعدة لازم تقدم له إياها الموضوع. فأذن ما حدا يحط العباية الإنسانية من خلالها يتسلل بمكائد تاني. عنصريا
وين العنصرية؟ العنصر حدا بيعرف شو معناتها العنصرية لما بتصفي هيك تتردد الكلمة؟ يعني نحن عم نحكي بين شعبين، واحد أسود واحد أبيض، واحد أصفر واحد أحمر، لبنان شو عم نحكي العنصرية؟ ما نحن والسوريين عطول منقولها أنه قديم مختلطين مع بعضنا شعبيا واجتماعيا وطائفيا وزيت العيال، وين العنصرية؟ يعني أوقات يمكن دايما في منا في سوريين بيقربوه، ودايما في سوريين عايشين هون، دايما في لبنانيين عايشين هونيك، عنصرية شو؟ هلأ وطنية ولبنانية إيشي بتفتخر فيه أنه أنا أكون بدي اللبناني قبل السوري؟ إذا هيدا تهمة فلتكن، بس وين المحلة العنصرية هذا الموضوع؟ الطائفية والانتخابات؟ للطائفية يعني نحن في شي طائفة معزولة عن هذا الموضوع؟ أنه في طائفة منصابة أكثر من غيرها؟ لا، بل بدي أقول بصراحة أكثر من هيك، التركيز البشري يلي صار بالأول صار بعكار وبالبقاع، وبجبل لبنان بعده أقل اليوم من 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 العكار والبقاع. شو المنحة الطائفي؟ في سوريين مسيحيين وفي سوريين مسلمين عم بيجوا، وفي لبنانيين مسيحيين ومسلمين عم يستقبلون، وين الطائفية بالموضوع؟ انتخابات؟ هلأ هيدا موضوع انتخابي؟ يا عيب عاللي بيحكي انه هيدا الموضوع انتخابي، لانه شو لح يبقى منا كلنا سوا مين يربح عمين ومين يعمل انتخابات على مين بهالموجات التكفيرية اللي عم تفوت على لبنان وبهالاختلالات الكبيرة اللي عم بتصير؟ واحد بينطر كارثة تيعمل منا ربح انتخابي، وعلى مين وعلى شو؟ كل ما بدنا نحكي بموضوع ننبه من خطر كبير. اذا كان واحد عم بيحكي الصح والصواب كمان بده ينمنع تحت التهديد انه بتستفيد انتخابيا، عظيم، منعالج ازماتنا الوطنية ومشاكلنا بهيدي الطريقة. اليوم يلي صار بمجلس الوزراء اخر مرة هو يلخص او يبسط بهيدي الطريقة، انه انعرض علينا خطة قوامة محصلتها انه قال كيف بصير التنسيق بقلب لبنان بالموضوع، وكيف بنجيب مصاري زيادة تنأمن المساعدات من ناحية الإيواء والإغاثة والصحة والتعليم للنازحين، و350 مليون دولار وهي وعم تنعرض. أنا ما بدي أدخل لا بثغراتها ولا بكل العورات يلي فيها، مش هذا الموضوع، وهذا سنوي كتير قدام المشكلة الكبيرة يلي نحن بصددها، بس كل الوزراء أجمعوا أنه هيدي مش خطة، وكل الوزراء المعنيين يلي حاطين أرقام فيها قالوا هيدي الأرقام ما بقى صالحة. يعني أحد الوزراء قال هيدي الرقم كان من شهر كان بدي 17 مليون دولار، هلأ صار بدي فوق 32 مليون دولار. وزير تاني قال كل هيدي الأرقام نظرية ما لها معنى حطوها. عظيم، عم نعمل شي محاولة تنقول نحن بحاجة لتمويل تنأمن هالمساعدات، ولكن مش هون المشكلة. المشكلة انه نحن وما عنا مصاري وعنا ظروف صعبة صار في عنا فوق 200,000 فلسطيني، كيف اذا نحن بدنا نروح نشتغل انه يلا امنوا مصاري وشوفوا كيف من ضمن هالخطة العدد بدنا نعمله تيصير يستوعب 300,000 وبعدين بدنا نحتمل نصير مليون؟ وهودي وزراء من الوضعين الخطة ومن اللي متابعين الموضوع، كلكم عم تسمعوا تصريحات عموس يلي حكيت عن 300,000 والإبراهيمي يلي حكي عن مليون، معناتها نحن من خلال هالخطة عم نرتقب العدد كيف بده يزيد وكيف بدنا نتعاطى معه. 350 مليون دولار ل 170,000 أو ل 200,000 وبعدين شو؟ بغض النظر عن أنه نحن رأينا الموضوع منه مالي، لأنه إذا أمننا مال ده مليار مليار، وبعدين إذا أمننا لسنة وسنة الجاي، إذا أمننا لمئتين ألف المليون، وهيدا كله على الوعود، ما في عنا أموال. وهلأ بنحكي الأموال كيف محضرة أنها تجي للبنان. طيب هيدا طرح كان محطوط قدامنا مجلس وزراء، الشيء اللي نحن طرحناه أنه وضع حد يلي صاروا يسموه تسكير حدود، وأصريت بالجلسة قال لهم ما عم نحكي بتسكير حدود ولا مرة لفظنا كلمة تسكير. رجعوا يردوا علينا تسكير حدود، ما فينا نسكر حدود. يا أخي ما تسكر حدود، أنت تجي بتقول قوافل نازحين ما بقى فينا نستقبل، حالات طارئة في شيء معين، لا، بيتصنف النازح يلي جاي
من السويدة أو من الحسكة. طيب شو في هونيك تيجي على لبنان؟ طب ما هونيك آمن أكتر من لبنان. بقلب سوريا يلي عم يقطع مسافة 100 كيلومتر تيجي على لبنان بصفة نازح ليه؟ طب ما في مناطق بسوريا اللي ضد النظام في يروح على مناطق مع النظام، واللي مع النظام في يروح على مناطق ضد النظام. نحن هل سياستنا تشجيع المواطنين السوريين للقدوم إلى لبنان؟ هذا سؤال بينطرح. لما بيجي واحد عامل ومنعمل له بطاقة نازح، بيجي واحد مسلح منعمل له بطاقة نازح، بيجي واحد بيحب يجي على لبنان لأنه السوريين بيحبوا لبنان واللبنانيين بيحبوا سوريا، بيجي على لبنان لأنه بيصير له يتطبب بلبنان أحسن ما يتطبب بسوريا، بيصير له يتعلم بلبنان أحسن ما يتعلم بسوريا. هيدي حقيقة حدا بينكر شيء؟ حدا بيقول عنا لا؟ لما منيجي نحن منقول له يلا تعا وخد بطاقة، ومنعرف كلنا سوا كيف عم تندار العملية وبأي خلفيات وبأي سياسة. فإذا نحن عم نيجي نشجع لقدوم المزيد من السوريين، يعني نحن سياستنا تشجيع النزوح، لأنه بشكل طبيعي من دون بظروف عادية من دون مساعدات السوري بحب يجي على لبنان. نحن هيك بنكون عم نساعد السوريين ونتركوا بلدكم تعالوا لهون؟ بالمقابل يلي نحن عم نقوله لا، بده ينضبط الموضوع، واحد ينحط سقف. ايه هيدا شيء انساني 100%، هيدا لكرمال السوريين نقول نحن ما بقى قادرين، كرمالنا وكرمالكم تنقدر نعملكم الإعانة اللازمة والإغاثة اللازمة، نحن ما بقى قادرين، هيدا سقفنا. الدول اللي بدها تساعد في 100 وسيلة تساعد، تتفضل هي تستقبل، هي تدفع، هي تعين، هي توقف تسلح، هي توقف تمول، هي توقف تشجع على الدم على القتل. مش انه تعا يا لبنان انت سياستك لازم تكون ارض مباحة ومستباحة ومفتوحة وفالتة، ايه وشو بنعطيك مصاري ويا ريت بنعطيك لك للحكومة، هلا بنقول كيف بنعطي. طيب هيدا الموضوع طرحنا نحن ما لقى قبول بالتعبير عنه، وهلا كمان بحكي شو الموقف بمجلس الوزراء، بس انه نحن ما فينا نطلع هيك موقف. نحن قلنا لا، لازم يطلع سياسة واضحة الحكومة ليه؟ لنقول للدول انه ستوب، ولنقول للسوريين انه يا عمي انتو ما يعني اذا ما في حالات طارئة، واحد منصاب فايت بحالة طارئة بوضع ايه، ما تجوا على لبنان، روحوا على مطارح تانية، تخبوا بسوريا، احتميوا، لانه هيدي الرسالة اذا ما بتبعتها وبتعمل هالشوك هيدا الاعداد لح تضلها متزايدة. طيب رحنا ننبش على صيغة تانية بين اثنين، انه لا فلتين، وفي مجموعة اجراءات طلعت بالحكومة جيدة ونحن مأيدينا، ولا من ميلة تانية نقول يلا خلص ونزلوا الرقم للصفر، بدنا نرجع عن اول جديد مثل ما كنا من 22 شهر. تعالوا نشوف كيف نحط حد سقف ونتعاطى تدريجيا بتخفيف الموضوع. وطلع ببيان الحكومة انه تقاسم الاعباء وتوزيعها لناحية العدد ولناحية الامكانيات التمويل مع الدول التانية، انما ضلينا مختلفين على شيء اساسي هو الهدف. نحن شو بدنا نوصل لأي هدف؟ ايه انا بدي اعرض هيك بشكل وصفي شو اللي صار بمجلس الوزراء بالمداولات تبع مجلس الوزراء هالجلسة واللي قبلها، تيكونوا اللبنانيين مطلعين على حقيقة الأمور وعلى كيف عم بيتعالج موضوع بهالخطورة هيدي. طيب أنا حكيت بالأول عن إمكانيات وعن إنعكاسات، وهود اتنيناتهم بيتأثروا بعامل الوقت. طيب حتى الواجب، حتى الواجب، واحد خيك بيقول لك أول مرة أعطيني مصاري بتعطيه، تاني مرة من واجبك، تالت مرة بتروح بتدين له بتعطيره، بعدين ما عاد حدا بدينك بيقول لك 10 مرة أعطيني، ما بقى فيك تعطيه. ما الواجب حتى مع الوقت في له حدود، قدي متعلق بأنت قدرتك. طيب أول شيء بموضوع الإيواء، نحن بالإيواء واضح أنه صار في فائض،
وهذا الشيء عم ينعكس بإمكانيات لبنان على استيعاب هالأوضاع هالأعداد هيدا، عم ينعكس إنه ارتفعت أسعار الإيجارات، أسعار السكن، عم ينعكس إنه عم نشوف بتقرير مجلس الوزراء إنه صار في أكتر من مخيم. هلأ في ناس بدها تنكر، نحن هيدا التقرير اللي قدامنا، عدة مطارح بلبنان محددة جغرافيا بالتقرير اللي قدامنا، بيقول هون 170 خيمة، هون 120 خيمة، هون 20، هون 18، هون 80. ليحة كبيرة. هو شو؟ هي ظاهرة شو؟ مش تشرد وتشريد للناس؟ ومخيمات كمان ما عندها شروطة الصحية والإنسانية اللازمة، هذا وضع إنساني يكونوا الناس عايشين هيك؟ طيب حالة تانية التغذية. طب أوكي في كتير غذاء بيجي، بتجي مساعدات بالأكل، بس مش كلنا عايشين. وأنا برجع بقول أنا عم بحكي شو عم ينحكى بمجلس الوزراء، المعلومات كلها ما كنت بعرفها لأن أنا مني مختص مباشرة، أنا عايش واقع مثل كل الناس. بس الوزراء المختصين يلي مأيدين الموضوع بعكس موقفنا، شو هن عم بيحكوا؟ طب عم بيحكوا عن أوبئة، عن تلوث، عن حالات كبيرة من العدوى اللي عم بتصير نتيجة سوء التغذية وسوء الظروف. معناتها نحن إمكانياتنا وصلت لأنه في شعب سوري عنا عم بيجوع، مش قادرين نأمن له شيء المطلوب. الصحة، طيب لما طرح انه في 59 حالة غسل كلي، هودي ما فينا نتركهم ولا دقيقة، ما حدا اعترض انه لو الدولة اللبنانية من جيبتها هيدا انسان شو ما كان، لو عدو كيف اذا صديق جاي عنده حالة اذا ما دويته علاجته بيموت، ما فيك تتركه هيدا. ولا مرة حدا حط عليها سقف من اول النقاش، من حكى حدا جاي مقطوش اجره، منصاب، شو ما كان، جيش نظامي، جيش حر، بدك فوتوا على المستشفى وتعالجوا. إنما لما القصة بتتخطى هيدا العدد بكتير، وبيصفي في عنا سفارات بلبنان متعاقدة مع 30 مستشفى، هي سفارة مع 30 مستشفى، هي سفارة مع 25 مستشفى، بيدفعوا لها دغري، بيمولوها دغري، مع صيدليات، مع مستوصفات. يعني نحن اليوم في عنا سفارات دول فايتة على كل جهازنا الطبي، بتفوت وبتطلع لا وزارة الصحة مسؤولة بتعرف تقدر توقف تقدر تمنع، صايرة كل هيدا القصة بهذا الشكل. يعني هيدا فوق إمكانيات لبنان. طب بموضوع التربية، بتعرفوا أنه اليوم في 1134 مدرسة بلبنان، من أصل 1300 مدرسة فيهم ناسحين؟ جاي بالتقرير أنه بدنا نرمم 200 مدرسة تنقعد فيهم ناسحين للطلاب اللبنانيين. يعني أوضاعهم بمدارسهم منيحة؟ ما كلنا نعرف شو وضع المدرسة الرسمية. طيب تعرفوا أنه بالجلسة قال أنه في 11 ألف تلميذ اليوم عم بيتعلموا من هيج، ما بدي أقول بس لأنه سوري، لأنه يعني فيه بذور لحالات من يعني التكفير او من الفكر يلي ما بيتلائم مع مجتمعنا وعم بيتمولوا بمدارسنا. 11 ألف واحد من هالمنهاج هيدا شيء من قدرتنا او امكانياتنا او بانعكاساته زرع هالبزار هيدا، البذور التكفيرية هيدا من الصغار للكبار بهيدا الشكل. بيردنا على ال 250 جمعية اللي ترخص لهم بسنة واحدة، هلأ صرنا عم نبلش بالصغار ونزرع لهم هالفكر هيدا بلبنان. طيب بموضوع الاجتماعي، نحن مجتمع امكانياته الاجتماعية معروفة نتيجة الاختلاط التوازنات، في اشياء نحن شعب واحد عم نرفضها عن بعضنا البعض. بيجي واحد من ضيعة، من زيت الطائفة، زيت المنطقة، لضيعة تانية، بيكون عندهم عوائل تانية، بيعملوا كلاش مع بعضهم. كيف لما بتحط هالجماعات هودي قديه بيمسولك بنسيجك؟ قديه عم نسمع هلأ في آفات اجتماعية ما بدي عددها، ما بدي عددها، قالت بالجلسة من الوزراء المختصين
قد ايه في آفات اجتماعية نتيجة حالات التشرد يلي عم بتصير بمواضيع عديدة بستحي نقولها. طيب هيدا غير زيادة السرقة، غير زيادة المشاكل. وزارة الداخلية عم بتقول 50-60% زيادة سرقة وأصحابها معروفين، وعطت نسبة مخيفة قد ايه عددهم سوريين، لأنه ناس طب محتاجة عم تيجي لهون، طب مش قادرة شو بتعمل؟ بتسرق. واحد جوعان بدل ما يموت بيسرق، شو بيعمل؟ طيب شغلة سادسة هي موضوع الخدمات. طب نحن بلد مشاكل الخدمات عنا الكل بيعرفوها، امكانياتنا قد ايه محدودة. نحن عم نعطي كهرباء للبنانيين؟ نحن مأمنين لهم طرقات يقدروا يمشوا عليها؟ مأمنين لهم اتصالات كافية؟ طب هل 250,000 سوري اللي صاروا هون ما بدهم ضوء، ما بدهم كهرباء؟ نحن قادرين نعطيهم كهرباء؟ هودي بياخذوا الكهرباء هلا اللي جاي بالبواخر، وبكره بيصرخوا اللبنانيين ما عندنا كهرباء وما هون حق. طب لما بدنا نجي نحسن بخدمات وعندنا هالطوفة هيدي من اعداد اضافية اكبر من قدرتنا، كيف نتعامل معها بكل الخدمات يلي بتقدمها الدولة؟ طيب موضوع الاقتصادي غير سوق العمل، وقد ايه في هلا زيادة عرض بسوق العمل؟ قد ايه في لبنانيين بيعرفوا اصحاب اشغال كتيرة؟ قد ايه المنافسة عليهم كبرت؟ لانه كان في حد ادنى من التوازن بسوق العمل القائم بين حاجتنا والشيء الوافد علينا، وكان في حركة اقتصادية جيدة بسوريا ونمو كتير طالع، كان في هالتوازن هذا اللي صار. اليوم شو صاير بسوق العمل؟ شو صاير بزيادة الاسعار على الحاجات اليومية للناس؟ كلنا عم نشهدها، وطلع قرار مجلس وزراء انه كيف بدها مصلحة حماية المستهلك تضبط زيادة الاسعار. هيدي امكانيتنا نحن هالخربطة الكبيرة بالاقتصاد وبسوق العمل انها تصير. طب بالموضوع المالي معروف انه لبنان ما عنده قدرة تمويل وعم بيمول، ان كان قليل وان كان كتير. لما وزارة التربية بدها 17 مليون دولار تترمم مدارس، وزارة الصحة بدها مليارات ليرات تطبب، طب ليه نحن اصلا ما في شكاوى من مستشفياتنا ومن مدارسنا انه في حاجة للتمويل وما كنا عم نقدر نأمنها؟ طب منزيد عجزنا ومنزيد ديننا ومنزيد هيدا كله حسبوه مع الوقت، وهون المشكلة الاكبر واكبر، لانه بعدنا باول المشكلة. هيدا كله بدنا نطلع فيه مش اليوم بس، بدنا نطلع فيه لقدام. طيب عندنا موضوع الامن. طيب موضوع الامن الأجهزة المختصة عم بتقول وزير الداخلية أنه صار في عنا معسكرين تدريب، عم بيقولوا صار في قاعدة، عم بيقولوا في جماعات مسلحة. طب في شواهد شفناها نحن ما شفنا بأحداث طرابلس أنه في سوريين عم بيقاتلوا لبنانيين؟ نحن ما شفنا بأحداث بيروت يلي صارت بعد استشهاد اللواء الحسن أنه الجيش ببينه قال وقف 40 سوري؟ بأحداث قصقص وغيرها سوريين عم بيطلقوا النار على الجيش اللبناني؟ نحن بأحداث السرايا ما شفنا السوريين فاتين على السرايا الحكومة؟ هودا وضع نازحين أو مقاتلين مسلحين ولأي فئة انتموا؟ مبارحة المستقبل عم بتقول شبيحة الأسد فاتة بي، تنفترض صح هيك بدنا؟ تحت عباقة النزوح يفوتوا علينا، ما بيكفينا سلاح بلبنان، يفوتوا علينا عناصر أجنبية سورية وغير سورية وغير فلسطينية، يفوتوا مسلحين على لبنان ونصف نشوفهم بيصطدموا بالجيش اللبناني وبيفوتوا على السرايا الحكومة. طيب بالآخر هي شو بتنتهي؟ بتنتهي مثل ما صار في عنا واقع، أنه في مجموعات تكفيرية مسلحة بلبنان ومش لبنانية، وفي عنا جيش سوري حر بلبنان، وفي نواب لبنانيين بيتباهوا انه ايه نحن بدنا نسلح من بيروت ومن الشمال ومن البقاع، وعم بيقولوا وعم بيصرحوا. هلا بس انحشر واحد منهم رفع حصانه صار ببيع حليب موضوع تاني، بس الواقع انه ايه في اعتراف وافتخار انه نحن عم نسلح. طيب اذا كان
الموضوع بده يتعالج من ضمن مخيمات. كلنا عارفين انه في خوف حقيقي من تحويل هالمخيم الى مخيم عسكري وعسكرته وتدريبه وتسليح فيه، وهذا الشيء قائم اصلا بدون ما يكون في مخيمات منظمة. واذا تركناهم مفرقين في خوف حقيقي من خلايا وجماعات على شكل خلايا مفرقة نايمة قايمة محضرة مخابراتيا عفويا بالحالات اللي بتكونيها، بتشتغل بالتنسيق، بتشتغل بالحالتين في كارثة، إن كانت مركزية أو لا مركزية، قسم منا هيك قسم منا هيك، في كارثة أمنية حقيقية بالبلد وعم بتبين وكل الناس عم بيلمسوها. طيب آخر شيء بالموضوع السياسة السيادة. طب ما نحن بلد نعاني من ضعف في ممارسة سيادتنا، بعد ناقصنا أكتر من هيك، وين مرجعية الدولة بهذا الموضوع؟ وين؟ طب هن الدول عم بيصرحوا، امبارح أحد الوزراء بالجلسة بيقول هاي دولة 20 مليون دولار بس ما بتعطينا إياهم، 6 لليونيسف و14 للمفاوضية اللاجئين. أنا تبلغت من سفير مباشرة إنه إيه نحن بدنا نجيب مصاري بس ما بنعطيكم إياهم، نعطيهم دغري للجهات المانحة. الوزراء من عم بيغالوا بتأييد الموضوع عم بيقولوا حيالله جمعية صغيرة خليجية إمكانياتها أكبر من إمكانيات الدولة اللبنانية وعم بتفوت تعطي وتمول وتدفع. سفراء عم بيطلعوا يعملوا اجتماعات بالإعلام ويقولوا نحن عم ندفع دغري، وين الدولة؟ طب هودي لصالح مين عم يشتغل؟ هلا كل هالحالة هيدي يلي فيها تسليح وتمويل بسوريا رح يضل لبنان بمعزل عنا؟ من انه يكون في تمويل سياسي غرضه عسكري غرضه امني غرضه اجتساب واستقطاب سياسي تربوي فكري مثل ما كلنا عم نقول، هيدي حالات مش شايفينها كيف عم بتصير وكلها اقوى من قدرة الدولة اللبنانية وما حدا سألان عن الدولة. يعني باي بلد بالعالم بفوت سفير وبيدفع هو ببلد تاني تيحكم وتيشيل وتيسلح بأي بلد؟ كله تحت العباءة. إذا أنت حكيت بتبطل إنساني وتصير عنصري وتصير عم تشتغل انتخابات. هيدا حالة الموضوع خدوه اليوم. طب ملو معروف عملوا لنا معه اكسترابولاسيون بالوقت لقدام شو بصير؟ في شيء أخطر من هيك معقول يصير على لبنان؟ لأنه نحن قدام أزمة مفتوحة، نحن منا قدام إن شاء الله بكرة تنحل إن شاء الله بكرة تنحل، بس الوقت. طب حدا بيحكي عن صومالي، حدا بيحكي عن تقسيم، حدا عم بيفكر بهالحالات كلها؟ طب نجي شو اختلفنا مجلس وزراء؟ ما عليه، خلي اللبنانيين يعرفوا إنه نحن متفقين انه لا لازم نحط حد بالموضوع، بس ما فينا نحكيها بالاعلام، ما في يطلع هيك موقف مجلس وزراء. نحن الهدف ما زال متفقين عليه. طيب ما نحن متفقين هيك من سنتين، وليه العدد زاد من 17000 ل 170000؟ ما زال متفقين، في حدا عم بيمارس عكس هيك؟ طيب اذا مش قادرين، انا بدي صدق انه مش قادرين نضبط، طب تعالوا نعمل هالشوك هيدا ونقول ستوب. عم تقولوا تعالوا نحكي مع الدول، بس ما ننقذها. انه اي دولة بدها تيجي هيك هي هيك، يعني امبارح السويد اعلنت انها بدها تاخد 5000 سوري. طب انه اذا قالت ما بدها تاخد 6000 صفت مش ما عندهم انسانية بالسويد؟ طب هالدول اللي كتير غيرانة على الموضوع الانساني ليه ما بتاخد لعندها؟ ارضها واسعة وامكانياتها كبيرة، ومنتفق معهم نحن انه العدد يلي بنتفق معهم بصير يجينا وهن بيتكفلوا بنقلوا لعندهم لحين تنحل المشكلة. شو الغلط بهذا الموضوع؟ هن كمان عم بيمولوا بأكتر من هيك بكتير. شو المشكلة ان الدولة اللبنانية تقول انا ما بقى قادرة خلص تعوا يا دول من باب حماية لبنان والنقب النفس عن لبنان تعود نشوف هيدا الموضوع؟ بس هود دول ما حيردوا علينا ولا رح تفرق معهم اذا ما فهموا انه نحن قلنا ستوب وصار في مشكلة حقيقية، لانه بيجوا بيعطونا دروس بالاخلاق وبالانسانية، بصيروا هن يلي ما بتكلفهم الموضوع اي مواطن ما بيستقبلوه
خلوهم يستقبلوا 100 سوري يقبلوا، بس بيجوا بيعطونا مواعظ مثل ما عملوا بالموضوع الفلسطيني. وكمان مرة تانية مش تنشبه بس تنقول هيدا التاريخ شو علمنا نحن كلبنانيين. احدهم انه نحن ما قلنا عليه سنة 49 شو صار، هيدا مجلس الامن ويلي وعدونا اليوم الأروة ما وعدت، بدي ذكر فيها 100 مرة. ما عملنا حل بال2000 مع الأنروة انه منركب عدادات على المخيمات وهي بتصير تدفعون مثل ما انه عم تتكلف على اللاجئين. نحن اليوم بعد 11 سنة الدولة اللبنانية بدها 200 وشوي مليار ليرة من الأنروة ما بيندفعوا. بتطالب السفرة فيهم بيقلك روح قباض من اللبنانية، شو قالك عليها نحن اللبنانية بين بعضنا؟ افترض غلط ونقص، هيدا موضوع لبناني داخلي، انما هيداك الموضوع تاني التزام لبناني دولي قائم على شغلة محددة، عدادة موجود، فوترتها موجودة ومعروفة وفاتورتها طالعة، ليه ما بتدفعوها؟ بدنا هيد دولة يلي اليوم عم بتشرنا انه ما بدها تدفع على موضوع ملتزمة فيه، نصدقها انه هي بتوعدنا انه استقبله 1,000,000 فلسطيني وبكرة بنبقى بندفع، بس ما بندفع لكم إلكم، ندفع انتم ما بنعرف شو بتعملوا فيهم، ندفعهم لغيركم هن بيدفعون، لانه هنيك في الاستعمال والاستغلال السياسي والامني وغيره. فاذا نحن كل مشكلتنا بهذا الموضوع ما بدنا ينقال شيء داخل الحيطان انه متفقين عليه بس ما فينا نقوله برا، وبس نقوله برا بينهجم علينا انه انتم عنصريين. ولا بدنا كمان زيتون تنقول شيء مخفف من مجلس الوزراء نكون عم نستمر بذات آليات التنفيذ اللي عم تؤدي لزيادة المشكلة وتضخمها. طيب قدام هيدا الواقع المتزايد والمتعاظم هيك نطرح حالنا مجموعة أسئلة تنعرف شو حدود الموضوع. طيب بكرة إذا صار فيه حملة نزوح تانية بالشي اللي مبارحة طلع من شو بنعمل؟ ما فينا نسكر حدود، يعني بنستقبل، يعني بيزيد العدد. طيب أزمة مفتوحة بسوريا مثل ما عم نقول رايحة، إذا صار فيه إن شاء الله برجع بقول بكرة يتلاقى الحل السياسي، لأنه هذا الشيء المنطقي والطبيعي إنه ما حدا يتدخل بسوريا، السوريين يعملوا انتخاباتهم ويقرروا، لا حدا يحط شرط ما في حل إلا بهيدا، ولا حدا يحط شرط ما في حل مع هيدا، خلي السوريين يعملوا انتخاباتهم وهن يقرروا موضوعهم. بس تكين صار هيك شو بنعمل؟ طيب إذا ربحت المعارضة الثورة ومثل ما عم نشوف بطشت مثل ما عم تبطش، ما في ناس مش لح يسترجوا يرجعوا على سوريا، هو بيبقوا هون. طيب وإذا ربح النظام وبطش مثل ما عم بيقولوا انه عم يبطش، واللي ضده هون بيسترجوا يرجعوا؟ طب واذا بقيت الحالة ما حدا ربحان، معناتها مزيد من النزف ومن النزوح ومن التهجير. القصة ما بتتعالج، ما ليه ما بتتعالج انه نقول ايه بسيطة، لا هيدي ما تشبهوها على الموضوع الفلسطيني، هاي ازمة سياسية بكرة بتخلص بيرجعوا، مش هيك بتتبسط القصة من احد الوزراء يقولها مجلس وزراء ولو كان وزير حليف او صديق او شو ما كان، مش هيك انه ايه بكرة يلا من لما، لا ما من لما. شو الضمانات، شو المعايير؟ هيدي حالة بتبلش لجوء مؤقت تتحول بعدين لانتقال سكاني دائم مركز او موزع، وبتصفي اذا بدك تتعاطى معه أقل من شروط إنسانية معينة بطل إنساني وتصفي بعدين عم تهجرهم وشو عم تعمل. شو اللي نحنا، شو الأفق يلي قدامنا اليوم يلي منقول إنه هيدا الموضوع لا بدنا نكبره ولا بدنا نصغره، بس شو الأفق تبعنا غير إن نحمي حالنا ونحمي بلدنا؟ لأنه لما منقول سياسة حماية لبنان هيدا أخطر وجه من أوجه الأزمة السورية عم بيفوت علينا، بس مش عم بفوت على وطننا، بس عم بفوت على شوارعنا، أحيائنا، عبيوتنا، على فكرنا، على عاداتنا.
هيدا أخطر شيء. وهو مش عم نعمم، لا بنعرف كتير منيح أنه أكترية الشعب السوري طيب ومعطاء ومنيح، بس في حالات شاذة بكل شعب مثل اللبنانية، هودي أكتر شيء عم يجول عنه وعم نفوتهم بأفظع مظاهرهم على مجتمعنا. كيف هيك؟ هيدا سياسة نقب النفس وحماية لبنان؟ شو بعد في شيء أخطر من هيك يكون عم بيصير بسوريا يفوت علينا؟ طيب إذا انجبروا يبقوا أو استلزوا البقاء، بالحالتين شو أثر هيدا الشيء عنا؟ طيب أنا ما بدي استرسل وما منخلص نحكي بهيدا الموضوع وننبه من خطورته، ونحن هيدا الموقف شو ما نقال عم نتأكد أنه هو الموقف الإنساني الطبيعي الحريص على سوريا وعلى أهل سوريا كلهم سوا، والحريص قبل من هيك على لبنان وعلى اللبنانيين كلهم سوا بكل طوائفهم ومناطقهم يلي لازم ناخده تنحمي لبنان. ومشان هيك رح نضلنا نناضل بن سبيل تحقيق هالهدف هيدا من خلال شغلتين. أول شيء من داخل الحكومة تنضلنا حسين أنه ستوب، في حدا كل يوم عم بيقول خلص ستوب، خبرونا فرجونا. وإذا العدد ضل يتزايد معناتها الشيء اللي قلناه واللي اختلفنا عليه يكون معنا حق فيه، وإذا العدد نقص ولو كان لانفراج بسوريا عظيم فليكن، أو بسبب إجراءات عم بيخدها لبنان مثل قلناها فليكن، نحن واجباتنا نساعد بكل هالإجراءات تنحققها تنشوف العدد إلى تناقص مش إلى تزايد، والأزمة إلى تراجع مش إلى تضخم. الشيء الثاني اللي بدنا نعمله من برا الحكومة هو الحكي للناس والطلب إلى المجتمع المدني، إلى البلديات، إلى اللبنانيين بكل طوائفهم وانتماءاتهم ومناطقهم، إنه هن يكونوا عين ساهرة على هذا الموضوع، ينتبهوا على كل تجمع، على كل حالة شاذة. كلنا سوا عم نساعد وما حدا يزيد على التاني بهذا الموضوع، وواجباتنا نساعد أي محتاج سوري جاي على لبنان نساعده ونقدم له الإعانة اللازمة. مش هون الموضوع، بس الموضوع تحت العباءة الإنسانية في حالات لازم نكون فتحين عيوننا عليها وننبه عليها، ونكون كلنا سوا نفر بهيدا الموضوع تمشان نحمي لبنان ونحمي سوريا من يلي جاي، وإن شاء الله ما يكون القاطع أعظم. وبتشكركم. معالي الوزير جوني السفير من إذاعة الجرس سكوب إف إم، بالنسبة لموضوع المعابر، كيف ما كانت الخطة اللي رح تطرحها لما بتطلبوا من الأشخاص اللي عم بيجوا على المعبر ما يمروا على لبنان، طالما ما في انتشار عسكري على كل الحدود اللبنانية السورية، بيطلع من وراء الجبل بالمصنع بيروح بيعبر النهر الكبير بالعبودية والجوسية، بيطلع بالجبل أو بالسهل بالقاع وبيفوتوا على لبنان، شو المطلوب بشكل عاجل كخطة أمنية للوصول إلى الشيء اللي عم تطلبوا حضرتكم من ضبط الحدود؟ امبارح من يومين الواشنطن بوست حط مقال كبير كيف بتركيا المواطنين الاتراك بالضياء عم بيستقبلوا نازحين عابرين على الحدود، والوقت يلي الحكومه التركيه عامله اخذ قرار انه ما بتاخذ فوق 190 الف سوري. تركيا مع كل مساحتها، سوريا يلي مساحتها 18 مره اكبر من لبنان، نحن عندنا حدود اكيد، ما حدا متوهم انه ما بيضل في تسريب. انما برجع بقلك انت شو الرساله اللي عم بتقولها؟ مش كل الناس بسوريا لا حابه تفوت غير شرعي، مش مزبوط، ما نحط هيدا الصوره، ما نعمم هيك، في ناس ما بتقبل تفوت الا بطريقه شرعيه. على القليل الناس بنكون عم نقول لهم انه لا انتم ما توجهوا على لبنان، بعده اضمن لكم تروحوا على محل بقلب سوريا، تروحوا على بلد تاني، او تعوا يا دول اهتموا بهذا الموضوع. مشان هيك بقلك ما حدا حكي لا بإمكان الضبط، مش معناتها نعمل سيلينج كامل نسكر بشكل مش قادرين، لا ولا على المعابر الشرعية لازم تتسكر، في عندك حركة طبيعية بين لبنان وسوريا لازم تستمر، تجارية إنسانية عمال بدك، إنما النازحين في شروط محددة ومحدودة جدا لاستقبالهم. الله الذي يتعارض مع صفقة جزاء نازحين،
مشدد على ضروره احتضان النازحين لموقف انساني واخلاقي بغض النظر عن الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي كانت. كلنا بعتقد محكومين بالموقف الانساني والاخلاقي، وكلنا سوا ويمكن هن معرضين اكثر منا بهذا الموضوع. بس مثل ما عم بقول لك، ما بعتقد في حدا بقلب الحكومه مقيم الخطوره اقل من الثاني. المهم كيف بنعبر عن الموضوع، كيف بناخذ الموقف بالوقت المناسب، واذا اختلفنا اختلفنا فليكن. بهذا الموضوع اختلفنا وصوتنا غير شيء عن بعضنا، فليكن. بس بالآخر بدنا نتحمل مسؤولية كلنا سوا كلبنانيين نتيجة الانعكاسات. بعتقد مش أول مرة بيجي خطر على لبنان، مش أول مرة بنتنبه له قبل من غيرنا، مننبه عليه وبعدين بس توقع على مصيبة كلنا سوا بننصاب فيها. مع الوزير حكيت عن سياسة الحكومة النقد النفس بالنسبة للوضع السوري، والوزير وائل أبو فاعور أكد التزام الحكومة مساعدة وحماية النازحين السوريين. في موقفان يعني من الحكومة؟ أي طبعا طبعا، وتحديدا مع الوزير المعني في اختلاف كبير. برجع بقول لك مش بالتقييم، في وزراء منهم الوزير المعني حكيوا انه نحن صاروا عدد السوريين بضيعنا اكثر من عدد اهل الضيعه. نحن ما بقى نسترجي نفتح الباب بالضيعه، يعني لو شعب واحسن منك وخيك توصل محل طب ما بقى فيك شيء إنساني طبيعي. وزراء كتار من اللي تشارعنا معهم بالجلسة عبروا عن هالحالات هيدي. طيب أيامنا هيك شو منعمل؟ فرق بين أنه إيه ما منعمل شيء لأنه ما بيسوى ما منحملها بالحكي، وفرق بين أنه لا نكون عنا الجرأة ومناخد الموقف اللازم ومنعمل شيء، منعمل شيء كرمال هالناس. في خلاف حقيقي بالموضوع شو لازم نعمل، والشيء اللي نعمل اليوم نحنا مش مأمنين في للي عم ينعملوا للي عم يعملوه، لأنه نتيجته مثل ما عم بقول لك مش من مرة. نحن ما أخذنا موقفنا أول مرة، نحن بعد 10 جلسة تحكينا، لأنه يقولوا لنا إيه معكم حق ولازم نضبط، وعم نضبط ونشوف العدد عم بيزيد والمصيبة عم تكبر. مين بيكون والتقييم ذاته والخطورة ذاته، مين مسؤول؟ تفضل. مشاهدنا الكرام، تابعنا المؤتمر الصحفي للوزير باسيل الذي تحدث فيه عن الاحتمالات حل ملف النازحين، إما إغلاق الحدود أم استقبال النازحين بضوابط معينة أو حالة الفلتان الذي يعيشها لبنان. كما تساءل عن الإمكانيات المتوفرة وارتدادات هذه الحالة على لبنان قائلا: من الصعب عدم مقارنة هذا الملف بتجربة الفلسطينيين في لبنان وتجربة 22 شهر الذي عاشهم لبنان منذ بدء الحرب السورية. وأكد باسيل أن تطور عدد النازحين من 3000 إلى 170 ألف استدعى منا موقف واحد مبني على نقطتين: وضع حد لاستقبال النازحين من دون إقفال الحدود، وتخفيف من الأعداد من دون التطرق إلى الترحيل أو الطرد. وسأل الوزير باسيل: كيف يمكن أن نكون عنصريين طالما لدينا أشياء مشتركة مع السوريين؟ أما عن إجراءات الحكومة حول هذا الملف فقال باسيل إنها جيدة ونؤيدها، لكننا نختلف على الأهداف، داعيا إلى اعتراف لبنان بهذه الأزمة الحقيقية. تابعوا المزيد في نشرة بيروت اليوم.